المديرية العامة للأرصاد الجوية أصدرت اليوم السبت نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، قالت فيها بأن تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا عاصفية ستهم بعض المناطق ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الاثنين عددا من أقاليم المملكة حسب ما نقلته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء. المديرية أوضحت بأن تساقطات ثلجية من 10 إلى 40 سنتيمتر ستهم غدا الأحد من الساعة 1 صباحا إلى بعد غد الاثنين على الساعة 9 صباحا عملات أقاليم الحوز بولمان شيشاوة الحسيمة تازة الظلال بني ملال خنيفرة تنغير وارجزات وميدلت. وستهم أمطار قوية وأحيانا عاصفية من 20 إلى 35 ملمتر اليوم السبت من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 10 صباحا من يوم غد الأحد عملت أقاليم صخيرات مرة القنيطرة الرباط سلا الخميسات خنفرة بن سليمان المحمدية الدار البيضاء ومديونة.